بكم. أكدت مصادر عبرية أن رئيس مجلس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو أمر بعقد جلسة طارئة للجنة التنظيم والبناء في القدس المحتلة لإقرار مخطط استيطاني لبناء أكثر من 660 وحدة استيطانية في حي رامات شلومو في منطقة تقع خلف الخط الأخضر في الأراضي المحتلة. وفي سياق منفصل على خط الأحداث الأمنية، حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الجديدة في القدس المحتلة من تصعيد جديد لأعمال العنف في المنطقة في حال عدم استئناف الجهود لحل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إلى ذلك، استهدفت صباح الجمعة انفجارات منازل 15 قياديا من حركة فتح في قطاع غزة، لم تسفر عن وقوع ضحايا، وقد عثر على بيانات باسم تنظيم الدولة الإسلامية تهدد قادة فتح، ما أجبر رئيس حكومة السلطة الفلسطينية رامي الحمدالله على إلغاء زيارته للقطاع. انتفاضة من نوع آخر في القدس المحتلة. ما زال الفلسطيني يقاوم بجميع الوسائل احتلال العدو له، فقد قتل إسرائيلي فيما أصيب آخر من جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أسدود لم يعلن عن مصدر منفذها وملابسات وقائعها. وفي القدس المحتلة قتل ضابط في شرطة حرس الحدود فيما أصيب 14 آخرون تراوحت إصاباتهم بين الخطرة والطفيفة من جراء عملية دهس نفذها الفلسطيني إبراهيم العكاري الذي استشهد من فوره بعدما تعرض لإطلاق النار فور ترجله من المركبة وهو يحمل قضيبا حديديا هاجم به عددا من المستوطنين. والشهيد والسائق المركبة هو شقيق الأسير المحرر موسى عكاري المبعد إلى تركيا الذي أطلق سراحه في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع حركة حماس التي أطلق فيها سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وبحسب مصادر أعلامية، أعلنت حركة حماس تبنيها للعملية البطولية التي نفذها عكاري في القدس المحتلة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية هي الثانية من نوعها في أقل من شهر في القدس المحتلة. وقد أثارت العمليات الاستشهادية المضطردة سخطا ورعبا في مدينة القدس المحتلة وفي نفوس المستوطنين اليهود، ترجمت مطالبات لإقالة وزير الداخلية من منصبه وتحميله مسؤولية الخلل الأمني، فيما استمرت عمليات الاقتحام اليومي وبوتيرة أكثر عدائية للمسجد الأقصى وسط إطلاق كثيف للنار على المدنيين الفلسطينيين العزل أدت إلى اشتباكات عنيفة. وسرعان ما أعلن عن عملية ثالثة تمكنت من إصابة مستوطنين فيما تمكن منفذها من النجاة. ولأن المقاومة لا تقتصر على سواعد الرجال وبندقياتهم تحديدا في فلسطين المحتلة، فقد أقدمت فلسطينية شابة على طعن إسرائيلي من حرس الحدود في مدينة القدس المحتلة حيث نقل إلى المستشفى، فيما اعتقلت الشابة المقاومة واقتيدت إلى التحقيق تزامنا والعمليات الفدائية الفلسطينية بحق إسرائيليين دهسا. وردا على تلك العمليات، أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليمات بهدم منازل منفذي العمليات، كما قررت الحكومة أيضا تكثيف الاعتقالات الإدارية في صفوف الناشطين الفلسطينيين. قتل رجل إطفاء إسرائيلي وأصيب عشرات المستوطنين في تسرب لغاز الأمونيا في منطقة صناعية قرب حيفا. وقالت مصادر في وزارة البيئة الإسرائيلية إن 8 أطنان من الغاز السام تسربت، ما ألزم إخلاء العمال والسكان. ودخل طاقم من 4 إطفائيين لمعالجة التسرب، إلا أن 3 منهم خرجوا وفقد الرابع قبل أن يعثر على جثته في وقت لاحق. كما أفادت القناة 7 الإسرائيلية بأنه طلب من سكان 7 مستوطنات محيطة بمكان تسرب الأمونيا البقاء في بيوتهم بسبب خطورة المواد المتسربة. 20 عاما من السلام بين الأردن والاحتلال تنهيها انتهاكات القدس المحتلة.
بعد 20 عاما من الوفاق الأردني الإسرائيلي وفي ذكرى توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين، ذكر وزير الاستيطان في حكومة الاحتلال وري أرائيل القيادة الأردنية بما سماها العبر والدروس من حرب عام 67، ملمحا إلى إمكانية استكمال الكيان لما لم ينجزه في تلك الحرب، في رسالة تهديد واضحة للقيادة الأردنية نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بأسلوب يستخف بالتهديدات التي يطلقها بعض المسؤولين الأردنيين من أن عمان قد تعيد تقييم اتفاقية وادي عرب الموقعة مع تل أبيب عام 94 والتي كفلت إشراف المملكة الأردنية على المقدسات في القدس. ويأتي تهديد وزير الاستيطان الإسرائيلي في أعقاب تهديد الحكومة الأردنية على لسان الناطق باسمها بإعادة النظر في اتفاق السلام الموقع مع كيان الاحتلال، إذ وصل المتطرفون اليهود اعتداءاتهم على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، فيما لوح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني بإمكان سحب سفراء بلاده من تل أبيب. وكان السفير الأردني لدى كيان الاحتلال قد حذر مسبقا في احتفال لمناسبة الذكرى 20 لتوقيع اتفاق السلام بين الطرفين من أن ممارسات الاحتلال في القدس المحتلة تعرضها للخطر، مشيرا إلى أن مثل تلك الأفعال لا تتوافق والقانون الإنساني الدولي، وإذا سمح باستمرارها فستعرض الاتفاقية للخطر في نهاية الأمر. إلى ذلك استدعت الحكومة الأردنية سفيرها من تل أبيب تنديدا بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في القدس، حيث وقعت المواجهات داخل الأقصى والإضرار بالممتلكات. ويأتي قرار المملكة الأردنية في الوقت الذي تصعد فيه سلطات الاحتلال هجمتها على القدس الشرقية عموما والمسجد الأقصى خصوصا. وقد رأت وزارة خارجية العدو أن خطوة الأردن لا تسهم في تهدئة الأجواء في القدس المحتلة، مبدية أسفها على ذلك. وكان الأردن قد حذر كيان الاحتلال سابقا من مغبة مواصلة الانتهاكات للقدس المحتلة والمسجد الأقصى، لكن المملكة لم تقم يوما بأي خطوة جادة أو جريئة لردعه. مع ذلك كشفت تقارير صحفية عربية عن لقاء غير معلن بين رئيس مجلس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وملك الأردن عبد الله الثاني عقد في عمان الأسبوع الماضي للبحث في الأوضاع في القدس المحتلة. وذكرت صحيفة كويتية أن الجانبين اتفقا على تكثيف التنسيق بين سلطات الاحتلال وإدارة الوقف الإسلامي في الحرم القدسي والحكومة الأردنية من أجل الحفاظ على الهدوء في أعقاب التوتر الذي حدث على خلفية إطلاق النار على حاخام يهودي متشدد. إلى ذلك أجرى رئيس مجلس وزراء العدو اتصالا بالملك الأردني تعهد فيه الحفاظ على الوضع القائم في القدس المحتلة والحفاظ على المكانة الخاصة للأردن في المسجد الأقصى، وذلك في أعقاب تقدم الأردن بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد كيان الاحتلال بعد اقتحام قواته المسجد الأقصى في مطلع الأسبوع. وفي بيان صادر عن مكتبه تعهد نتنياهو أن يحافظ الكيان على الوضع القائم في جبل الهيكل وأن يحافظ على المكانة الخاصة للأردن في جبل الهيكل والأماكن المقدسة في العاصمة وفقا لاتفاق السلام بين الدولتين. الأسرى في سجون الاحتلال في خطر. مع قدوم فصل الشتاء وبرده القارس لا يزال الأسرى في سجون الاحتلال محرومين إدخال الملابس الشتوية والأغطية، ما يضطرهم إلى استخدام وجوه الفراش لتغطية أجسادهم. وأوضح محامي نادي الأسير الذي زار الأسرى أن معاناتهم تتفاقم في ظل الاكتظاظ الشديد وازدياد عدد الموقوفين، ولفت إلى أن عدد الأسرى في سجن مجد وحده بلغ أكثر من 1200 أسير. وطالب مركز حقوقي فلسطيني منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاستهتار الطبي بحق الأسرى في سجونه، مؤكدا أن عددا كبيرا من الأسرى المرضى حياتهم مهددة بالخطر خصوصا من ذوي الأمراض المزمنة. وأوضح أن إدارة السجون لا توفر وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى تلائم الأمراض المزمنة التي يعانوها، ما يؤثر في صحة الأسير ويهدد حياته.
في سياق متصل، صادق الكنيسة على اقتراح قانون يفرض قيودا على صفقات تبادل الأسرى، لا سيما إطلاق سراح أسرى فلسطينيين شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون. ويتضمن اقتراح القانون أنه لن تكون للحكومة صلاحية في تقديم موعد الإفراج على خلفية إدارة علاقات الكيان الخارجية وأمنها. وبحسب اقتراح القانون وبأثر غير تراجعي، فإن اللجنة الخاصة بإطلاق سراح الأسرى لا تناقش قضية هؤلاء قبل مضي 15 عاما على الأقل من سجنهم، كما لا تقدم توصيات بتحديد مدة العقوبة لفترة تقل عن 40 عاما. وفي أعقاب المصادقة على اقتراح القانون، قالت المبادرة إلى الاقتراح وهي عضو في الكنيسة إن هذا القانون يمنع إطلاق سراح أسرى مثل قتلة عائلة فوغل، موضحة أن الهدف من القانون هو ضمان عدم إطلاق سراح أسرى نفذوا عمليات خطرة في موعد مبكر من قبل الحكومة. ولمعرفة التطورات في ملف الأسرى في سجون الاحتلال، أجرينا مقابلة مع عضو هيئة ممثلي الأسرى في لبنان نبيه عواضة. عضو هيئة ممثلي الأسرى في لبنان والأسير المحرر نبيه عواضة، أهلا وسهلا فيك باستوديو أعرف عدوك. بداية نحن نتناول ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وعملية التفاوض يلي كانت عم بتتم وتجمدت إذا فينا نعتبر فجأة، فأين أين أصبح ملف الأسرى وملف التفاوض بشأنهم؟ هيدا الملف تقريبا وقف بأثناء العدوان على غزة وما بعد العدوان. الأمر الجديد الذي حصل أنه قيادة المقاومة في قطاع غزة تعلن أنها على مستعد لإجراء عملية تبادل فيما يتعلق بالجندي الذي أعلنت عن أنه موجود لديها. عملية التبادل اليوم بتحيط فيها ظروف شوية معقدة، نتيجة أول شيء الوضع السياسي بقطاع غزة، نتيجة تعنت إسرائيل عن الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين، ويقدر عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية اليوم بال 4800 أسير تقريبا، بيناتهم عدد من الأسرى اللي تحت السن القانوني، هناك المعتقلين الإداريين وأعضاء المجلس التشريعي وبعض الوزراء وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات ومسؤول الفلسطيني البارز والقائد مروان البرغوثي. موضوع حياخد إذا بدك أبعاد متعددة، خاصة بظل وجود حاجات ومطالب للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. المفرقعات أصبحت تشكل خطرا على كيان العدو. بعد تجريم فعل رمي الحجارة، تشن شرطة الاحتلال حملة قانونية على المفرقعات النارية واعتبارها مادة متفجرة خطرة، ويأتي ذلك بعد الاستخدام المكثف للمفرقعات في احتجاجات القدس المحتلة الذي أربك شرطة الاحتلال. وقد أصدر المفتش العام لشرطة الاحتلال تعليمات لتشكيل فريق مشترك بين الشرطة ووزارة المال لتعزيز الرقابة على بيع المفرقعات، كما أصدر تعليمات لمسؤولي الاستخبارات في الشرطة لزيادة التركيز على خطر المفرقعات. وفي هذا الإطار قرر وزير الاقتصاد انفتالي بنت وقف استيراد أنواع من المفرقعات كتلك التي يستخدمها شبان فلسطينيون في المواجهات مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة. وقد رأى بنت أنه استجاب لطلب منع استيراد المفرقعات بصورة مؤقتة في ضوء خطورة الوضع في القدس كما وصفته الشرطة، وكخطوة تساعد على إعادة الهدوء إلى القدس المحتلة بأسرع ما يمكن، لافتا إلى أنه بشكل عام تقضي الخطوة بفرض قيود على الاستيراد لا تعكس سياسة، وأوضح أن منع الاستيراد بشكل نهائي ليس الحل لأعمال الشغب. الشباك والجيش يعترفان بإخفاقهما في اغتيال الضيف. للمرة الأولى منذ انتهاء العدوان على غزة، اعترف كل من جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام الشباك بالفشل في اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف في المحاولات التي تمت في العدوان الأخير وأدت إلى استشهاد زوجته واثنين من أبنائه. وفي التفاصيل التي نشرتها القناة الثانية أن الجيش والشباك كانا في انتظار أن يدلي الناطق باسم القسام أبو عبيدة بتصريحات يعلن فيها معلومات عن مصير القائد
العام للكتائب الضيف، لكنهم لم يدلوا بأي معلومات صريحة، بل توعد الناطق باسم القسام الاحتلال في خطابه حينذاك بأن الضيف سيقود المعركة الحاسمة مع كيان الاحتلال. وعن العملية أفادت القناة أن الطائرات أقلعت لقصف المبنى بأربع قذائف دمرت الطبقة العليا منه، فيما القنبلتان اللتان كان من المفترض أن تصيبا الضيف لم تنفجرا. وأوضحت القناة أنها بصدد عرض تحقيق صحفي قريبا يكشف تفاصيل محاولة الاغتيال ونجاته بحسب الرواية الإسرائيلية. حياة العملاء في كيان الاحتلال من الذل إلى الأذل، فقد نشرت صحيفة معاريف العبرية تقريرا يحكي قصة عميل لبناني عمل لمصلحة كيان الاحتلال، كان ينتمي إلى جيش العميل أنطوان لحد الذي كان قائد ما يسمى جيش لبنان الجنوبي، والذي ترك مطعم بيبلوس الذي افتتحه في تل أبيب بسبب مرض ألم به، وغادر فلسطين المحتلة التي قال إنها لم ترد له الجميل. بعنوان عميل ورث الخيانة أبا عن جد ثم قذفوه للقمامة، كتبت صحيفة معاريف قصة ليست بجديدة في مضمونها، فقد بات يعرفها اليهود والعرب، إذ تتناول قصة حياة اللحديين في فلسطين المحتلة الذين يعانون سياسة الاستخبارات الإسرائيلية التي تخلت عنهم، وسط دعوات من الضابط الإسرائيلي الذي كان مسؤولا في شعبة الاستخبارات العسكرية أمان في جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني إلى طرد جميع العملاء الذين هربوا إلى فلسطين المحتلة بعد انتصار المقاومة اللبنانية عام 2000، بذريعة أن هؤلاء العملاء لا يؤتمن جانبهم، وهم أكدوا أنهم لن يتورعوا عن خيانة إسرائيل كما خانوا الوطن. قصة تقرير صحيفة معاريف العبرية تتحدث عن حياة عميل لبناني عمل لمصلحة استخبارات الاحتلال الإسرائيلي سنوات في مهنة ورثها عن أبيه وجده، لينتهي به المطاف إلى الشارع يتسول لقمة عيشه وعائلته بعدما تخلى عنه جيش الاحتلال. العميل يدعى فواز نجم ويعيش متشردا هو وزوجته المصابة بمرض السرطان في حظيرة أبقار مهجورة شمالية فلسطين المحتلة في بلدة الخالصة المعروفة بكريات شمونة. ومع أن فواز هرب من لبنان إلى الداخل الفلسطيني قبل 14 عاما، فإنه حتى الآن لم يحصل على مخصصاته المالية التي وعدته بها وزارة الحرب الإسرائيلية. هو المنتمي إلى عائلة متأصلة في العمالة، ففي الأربعينيات من القرن الماضي كان والده وعمه عضوين في الهجانة وشاركا في تهريب اليهود من لبنان وسوريا إلى فلسطين، فيما التحق هو في جيش لحد في سن 21 وشغل منصب رئيس جهاز الأمان في منطقة مرج عيون، لينتقل بعد ذلك للعمل مباشرة في جيش الاحتلال ضمن الوحدة التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية أمان. ويقول العميل نجم اليوم: لقد استعملوني ببساطة ثم قذفوني إلى سلة المهملات. وقصة العميل نجم ليست الوحيدة في الأراضي المحتلة، حيث تعيش مئات العائلات اللبنانية التي هربت إلى فلسطين المحتلة بعد انتصار المقاومة ولم تتحمل العيش فيها، فآثر البعض العودة إلى لبنان حيث حكموا، فيما هاجر البعض الآخر إلى الدول الغربية وأكثريتهم إلى أستراليا. بعد استدعائه الأسبوع الماضي تنديدا باعتراف الحكومة السويدية بدولة فلسطين، قرر وزير خارجية العدو فيكتور ليبرمان إعادة سفير الكيان في السويد إسحاق بخمان إلى ستوكهولم. ووفق صحيفة يدعوت أحرنوت، فإن القرار جاء بعدما أوصى المسؤولون الكبار في وزارة الخارجية بعدم تصعيد الأزمة مع السويد، داعين إلى إعادة السفير في خلال أسبوعين. إلى ذلك، رأى مسؤول في وزارة الخارجية أن الاحتلال قد حقق ما وصفه فوزا دبلوماسيا بعد تمكنه من إقناع الدول الإسكندنافية الدنمارك النرويج وفنلندا بالامتناع عن الاعتراف بدولة فلسطين بعد محاولة لوزارة الخارجية السويدية بإقناعها بتنفيذ خطوة كهذه، فيما قال قادة مجلس المستوطنات أن السويد تقود حملة المقاطعة على الشركات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات، واتهموا السويديين بأنهم معادو سامية الجدد. التوتر في مخيم شعفاط موضوع التقرير الإسرائيلي لهذا الأسبوع. أنا في توتر شديد هون. أيوه. كل أسبوع أسبوعين بنزل شهيد عندنا هون.
ومشان هيك توتر اوضاع الجيش بيعصروش بيضربوا غاز كثافة علينا على الدور وعلى النسوان. اتأحمد بنا خمش اسرائيل تخفرين شلو بقاش روكان بكنيسة لمخانيا بليتيم شوفات. بشوط بوكر يمثلوا لمخصوم بمطرة أخت. הצעירים האלה רובם קטינים נטשו את כיתות הלימוד כשהם עוטים מסכות עם יידו אבנים וחפצים אחרים וחסמו את הכניסה למחנה הפליטים. אנחנו משנה נטלע עמוד בעליהם. אתם זוכה למחיים? ברק, שול לעד דלעד את תוותור? מין הסבב? שול לסער? איש לסבב? לסבב? אנו כל סבוע שהיד. كل يوم اربع شهيد. الناس مضغوطة جوا، من عين معيشية، ايش الأسباب؟ اتهام مسجد الأقصى، بضرب النسوان جوا، بقتل النسوان. اعتقال النسوان. بدعسوا على المصحف، وكل شيء، يعني كل شيء غلط بغلط. شخصني بشاخكو اليوم في شتيم روين كان بأخويا الصغيرين النائرين، ميادين أفنين لعبر الشوطرين، والشوطرين لو نشارين خيابين، مخزنين قاد مضمية من شوط البوكر، عاد شوط هيرب. החיכוכים בכוחות הביטחון לבין המתפרעים נמשכים במזרח ירושלים כבר לאורך חודשים מאז רצח הנער מוחמד אבו ח'דיר. عالم زباله، عالم مش راح يطلع بايده شيء ما دام عندنا رجال زي الرجل اللي سواه امبارح. في اللغة العبرية لهذا الأسبوع اخترنا لكم كلمات قمع، انتفاضة وإجراءات أمنية. قمع ديكوي ديكوي ديكوي. انتفاضة هيد قميموت هيد قميموت هيد قميموت. إجراءات أمنية هي عرخوت بيت حنيت هي عرخوت بيت حنيت هي عرخوت بيت حنيت. أما السؤال هذا الأسبوع فهو: هل تشهد القدس المحتلة انتفاضة جديدة إسوة بانتفاضة الحجارة؟ أجوبتكم على صفحتنا على الفيسبوك أعرف عدوك. جولة فوتوغرافية على أحداث وعد بلفور في ذكراه المشؤومة. ختام حلقتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.